السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، في صحه جيده وفي احسن الاحوال. وكيف ما عودت المتتبعين الاعزاز ديالي، دائما الجديد مع نوال المذكوريه. كنتمنى نكون كنفيدكم ونكون خفيفه على قلوبكم، وكنبغي نرحب بالمغاربه ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن على التشجيعات ديالكم ليا والدعم ديالكم ليا. شكرا لكم ومرحبا بالناس اللي يلاه دخلوا جداد القناه، مرحبا بكم. ما تنساوش الضغط على ديك الكتبه الحمراء اللي كتكون تحت لا فيديو باش دائما يبقى يوصلكم الجديد. وعلى بركه الله غادي نبداو في التفاصيل ديال هاد البارطمان. هادي بارطمان ما شاء الله، ومن بعد مني غنكمل التفاصيل ديال هاد البارطمان. غادي ندوز معكم البارطمانات اللي كاينين عندي في القناه باش الناس اللي دخلوا جداد حتى هما يستافدوا. وعلى بركه الله، بالنسبه لهاد البارطمان هادي كتواجد في المعارف، بارطمان زوينه ما شاء الله. كتواجد في المعارف، شارع غاندي زنقه كاميليا، جات في بروميير ايطاج، اوكي لاسانسور. مهم ما شاء الله كبيره، فيها 141 متر، فيها ثلاثه البيوت وصالون وسيجور كوزينه وجوج حمامات ولا تيراس. مهم هانتوما غتشوفوا التفاصيل ديالها كامله. والسيدة راه صالحاها، المهم يلاه كي صالحاها. جات في بلاصه زوينه وموقع زوين، الناس اللي كيسولوا على المعارف مسمشه على طول النهار. تبعوا لا فيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا جميع التفاصيل. وانا غادي نذكر معكم الثمن، الثمن راه قابل للتفاوض. بارت مزوينه ما شاء الله، اللي بغاها مرحبا يتواصل معنا على الرقم اللي غادي نخلي لكم اسفل الفيديو يجي يشوفها. مرحبا، وبالنسبه للثمن السيده كتطلب فيها 156 مليون قابله للتفاوض. اللي بغاها يجي يشوفها مرحبا، وبالنسبه للثمن كما قلت لكم راه قابل للتفاوض. المهم هادو هما التفاصيل ديال هاد البارطمان. هادي كما قلت لكم كتواجد في المعارف، شارع غاندي زنقة كاميليا، بروميير ايطاج، فيها ثلاثه البيوت وصالون وسيجور كوزينه وجوج حمامات ولا تيراس. تبارك الله راه كبير. بالنسبه للا تيراس راه فيه 32 متر، والثمن ديالها بالنسبه للمتراج ديال الدار كامله فيها 141 متر كاين لاسانسور. بالنسبه للثمن ديالها هو 156 مليون قابله للتفاوض. اللي بغاها مرحبا. وكانوا هادو هما التفاصيل ديال هاد البارطمان هادي. وبالنسبه للجديد والناس كيسولوا على الجديد، فراه دائما كنقلب لكم على الجديد، ودائما ان شاء الله كاين الجديد. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الولفه، ان شاء الله راه غيكونوا بارطمانات في الولفه غادي نشاركهم معكم. وبالنسبه للبرنوسي راه كاين عندنا بارطمانات ما شاء الله زوينين. كاين عندي بارطمان باغا تبع بالاساس ديالها في القدس، طروازيام ايطاج، فيها 60 متر، الثمن ديالها هو 44 مليون قابله للتفاوض. باغا تباع
بالاساس ديالها بكل شيء ليها. المهم اللي بغاها مرحبا. وكاين عندي وحده نيت في القسم بروميير ايطاج هي زوينه. الناس كيسولوا على البرنوسي. بالنسبه لسيدي مومن الناس كيسولوا على سيدي مومن، كاين عندي بارطمان زوينه كتواجد في قرب مسجد عبير بروميير ايطاج، فيها 80 متر. الثمن ديالها هو 64 متر، قابله للتفاوض. وبالنسبه للبارطمان اللي كتواجد في اقامه عبير، بارطمان زوينه ما شاء الله في بروميير ايطاج، الثمن ديالها هو 37 مليون. المهم اللي بغاها مرحبا. والميتراج فيها 60 متر. بالنسبه للبارطمان ديال اقامه نور سيتي تباعت، الناس كيسولوا عليها تباعت. وبالنسبه للبارطمان اللي كاينين في حي الدوما تباعوا، تباعت بروميير ايطاج والدوزيام ايطاج والتروازيام ايطاج ديال 100 متر، تباعوا تباعت الدوزيام ايطاج والتروازيام ايطاج. بالنسبه لحي البركه، الناس اللي كيسولوا على حي البركه، راه كاين عندي فيه بارطمان زوينين. كاين عندي بارطمان في الدوزيام ايطاج 80 متر، كاين لا سانسور، بارطمان زوينه ما شاء الله، فيها ثلاثه البيوت وصالون. الناس اللي كيسولوا على ثلاثه البيوت وصالون. المهم اللي بغاها مرحبا. عندها جوج واجهات مشمسه على طول النهار، الثمن ديالها هو 50 مليون، قابله عفوا 60 مليون، قابله للتفاوض. وراه كاين عندي بارطمان في بالنسبه للبركه، راه كاين عندي بارطمان زوينين. اللي بغى شي حاجه مرحبا. كاين عندي واحد بارطمان قرب مسجد عبير كبيره، فيها 114 متر، بروميير ايطاج، والثمن ديالها هو 69 مليون، قابله للتفاوض. وكاين عندي بارطمان قرب مسجد عبير 4 ايطاج، والثمن ديالها هو 37 مليون، قابله للتفاوض. وراه كاين بارطمان، راه ما غاديش نقدر نذكر معكم البارطمان كاملين اللي عندي. كاين بارطمان زوينين ما شاء الله. اللي بغى شي حاجه مرحبا يتواصل معنا، يجي يشوف مرحبا بالجميع. والناس اللي بغاو يحطوا عندنا العقار ديالهم مرحبا. بالنسبه للبارطمان اللي كاينه في ديور الحديقه، راه مازال كاينه قبل ما كنوصلوا الاناسي. بارطمان زوينه اللي بغاها مرحبا. وكاين عندنا بارطمان في المرسي سيدي مومن، بارطمان زوينه ما شاء الله، سفليه. الناس كيسولوا على السفلي، وكاين فيها كراج 109 متر، الثمن ديالها هو 66 مليون. وكاين عندي بارطمان قرب مرجان عين السبع ريتشوسي، فيها 60 متر، الثمن ديالها هو 33 مليون. كاين عندي بارطمان في الشرف اللي بغى شي حاجه مرحبا. وكاين عندي بارطمان في الحريه بروميير ايطاج في الديور اللي بغاها مرحبا. كاين عندي بارطمان في اقامه الادارسه شارع الحسين السوسي بروميير ايطاج 80 متر اللي بغاها مرحبا. وكاين عندي بارطمان في اقامه الحريري بروميير ايطاج 80 متر. المهم اللي عجباتو شي حاجه يتواصل معايا في الواتساب، ارسل ليه الرابط ديالها مرحبا. وراه كاين بارطمان، كاين عندنا بارطمان زوينين اللي بغى شي حاجه مرحبا. وما تنساونيش من الجيمات والبارطاج القناه الى عجبكم المحتوى وبان لكم كيستحق التشجيعات ديالكم، فما تبخلوش عليا. وكان هذا هو لا فيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. الناس اللي كيسولوا على المعارف، فهذا تحت الطلب ديال المتتبعين ديولي. والى اللقاء الى فيديو قادم ان شاء الله.